تبعت ورود صوالحه موهبتها وحبها للرياضه منذ الصغر لتشارك في البطولات وتحصل على العديد من الميداليات الشاهده على تفوقها الذي استمر في المرحله الجامعيه لتحرز المرتبه الاولى اكاديميا في كليه التربيه الرياضيه في جامعه النجاح الوطنيه. طبعا مشاركتي بالاولمبيات يعني انها مش انها مستحيله بس كانت بالنسبه لي حلم وكمان فرصه كبيره اني اشارك بالاولمبيات وامثل وطني وجامعتي وفلسطين يعني إشي كبير. انا مش اني بدي اشارك بدي انافس يعني انا بدي يعني اجيب نتيجه مش اني بدي اروح اشارك وخلاص. تفوق ورود احلها لحجز مقعد في اولمبياد لندن في اب من العام القادم بعد حصولها على المرتبة الأولى في بطولة فلسطين لألعاب القوى للإناث في سباقات الجري للمسافات المتوسطة والطويلة. اشتركت في سباقين له 800 متر و 1500 متر وحصلت على المركز الأول بفارق كبير ما بينها وما بين صاحبة المركز الثاني، وبناء على النتائج اللي تحققت في السباق في البطولة من أجل الاختيار لتمثيل فلسطين تم الاختيار على ورود. العداء صوالحة واحدة من 10 أعضاء هم وفد المنتخب المشارك للمرة الثامنة على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية في فئتي ألعاب القوى والسباحة. احنا في الاتحاد الفلسطيني بيكون في عنا طيلة العام عدد من البطولات المحلية من خلالها بيتم اختيار اللاعبين على أساس مثل فلسطين في البطولات الخارجية. الشغف بالرياضة صفة تشترك فيها ورود مع أخيها الأكبر محمد إضافة إلى 4 شقيقات أخريات يتمتعن بمواهب رياضية في فئات مختلفة ضمن مظلة تشجيع ومتابعة العائلة ودفعها لورود وباقي الأبناء لتحقيق الأفضل. صرت أشجعها أروح معها على الأرض غاد أو كفلها يبقى معي تراكتور ألحك في التراكتور أني بقدرش أرصد معها أشجعها وخليها تتمرن. ورود صوالحة رياضية فلسطينية بدأت مشوارها من قرية عصير الشمالية بالعزم والإصرار والأمل ودعم الرياضة في بلدها التي تشهد تطورا في مسيرتها. من جامعة النجاح الوطنية في نابلس لورين زيداني وكالة وفا.